دلوقتي هتقدر تتكلم بيزنس مع موبينيل بيزنس بوكس. ضبط 10 بلطجية حاولوا اقتحام قسم شرطة مدينة نصر. اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن خلال الحملة ضد الإرهاب بشمال سيناء. الصحف المصرية تواصل اهتمامها بردود الأفعال حول قرارات الرئيس مرسي. وائل غنيم: الصندوق الذي أتى بالإخوان كفيل بأن يأتي بغيرهم. قيادي بحركة الجهاد: المؤامرة دفعت مرسي لإقالة طنطاوي وعنان. البورصة تتجاهل قرارات مرسي وتربح 3.5 مليار جنيه.